مدار الأخبار في دقيقة ونصف، أهلا بكم. بعد تداول إشاعات وأخبار حول تسجيل حالتي وفاة في أوساط المشجعين على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة الوداد الرياضي ومولودية وجدة يوم أمس، ولاية أمن وجدة تنفي بشكل قاطع صحة المعطيات والإشاعات التي تم تداولها وتنفي تسجيل أي حالة وفاة في أوساط المشجعين. 45 شخصا من بينهم 31 قاصرا في قبضة أمن البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم. هذا وأكدت ولاية أمن البيضاء أن المشتبه فيهم قد أقدموا رفقة أشخاص آخرين على ارتكاب أفعال تتعلق بالشغب الرياضي خلال وبعد مباراة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، علاوة على قيامهم برشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة 4 شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق خسائر مادية. أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بمناسبة عيد الأضحى سيسمح لنزلاء المؤسسات السجنية بتلقي قفة المؤونة ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع الجريدة وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.